ليبيا لها موقع استراتيجي، موقع مميز. المنطقة الحرة المصرية لها موقع مميز وموقع استراتيجي يمكن الانطلاق منه إلى الدول الأفريقية عبر مدننا في الجنوب الليبي. فأتت هذه الفكرة بإنشاء مناطق حرة. هذه المنطقة كما أخبرتك عندما تقوم، يعني حنعطيك مثال بسيط، أن إحدى الدراسات تقول إذا قامت المنطقة الحرة بكافة واجباتها ووفرت لها كل البيئة المناسبة فيمكن أن توفر فرص عمل ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل.